نقول اهلا وسهلا بمتابعيني وحبايبي ومشاهدين اللي بيشوفوني وبيقولوا لي كلام جميل قوي في التعليقات، سواء هنا على اليوتيوب او في الابليكيشن بتاع الكوك باد. حابه اقول لكم ان انا سعيده بيكم جدا وبكلامكم. مش هطول عليكم، النهارده عندنا تفريز الفراوله. تفريز الفراولة دي حاجة يا جماعة مهمة جدا، لان السيزون ده بصراحة الفراولة نازلة طعمها حلو جدا جدا. يعني يمكن عن سنين كتير كنت تاكلي الفراولة يعني اللوك بتاعها فراولة، لكن هي مش ملهاش اي طعم في الفراولة. فلازم طبعا نستغل الموضوع ده وايه ونخزن منها. دي معانا 4 كيلو، انا نضفتهم طبعا وغسلتهم، بحب انقع اي حاجة في خل عشان لو في اي ميكروبات، برضو ايه الخل بيقتل الميكروبات حلو جدا. ونضفتهم. اهم حاجة في تفريز الفراولة احنا هنفرزها زي ما هي كده، القطعة بقطعتها، مش هنقطعها. وما نصحش اي حد ان هو يقطعها لانها بتدبل اوفر زيادة عن اللزوم وبتنزل مية جامد جدا. فانا عايزاها زي ما هي كده بحالها. بس اهم حاجة او اهم خطوة في تفريز الفراولة بتاعتنا ان احنا عايزينها ناشفة. فانا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هاخدها من الطبق ده وهحطها في مصفى واسيبها مثلا تقريبا من ساعة ونص لساعتين، اتأكد ان خلاص ما فيهاش مية خالص. هوريكم دلوقتي بعد كده الخطوة الجاية هنعمل فيها ايه. وعلى فكرة انتظروني، لان التكاية بتاعت التخزين هتوفر معاكي مكان حلو جدا، سواء عندك ديب فريزر او الفريزر بتاع التلاجة بتاعتك. استنوني وهنشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه. دلوقتي زي ما احنا شايفين مع بعض الفراولة بتاعتنا خلاص صفت المية بتاعتها خالص. انا فرزنتها بقى، بصوا ازاي الطريقة دي حلوة جدا، ان انت الكيس بتاعك يبقى يعني بسطح مستوي كده زي ما احنا شايفين. بقفلها بالطريقة دي، بخرج منها الهواء خالص وبقفلها بالطريقه دي. وطبعا انا هوريكم دلوقتي هتقفلوها ازاي. الطريقه دي يا جماعه لما انت بتحطي بقى الاكياس بتاعتك في الفريزر بالشكل ده ما بتاخدش معاكي مكان، زي كانك بالظبط بترتبي شنطه سفر. كل ما هترتبيها كويس كل ما ايه اللي هتحطي فيها كميه كبيره ومش هتاخد معاكي مكان بقدر الامكان. هوريكم بقى ازاي دلوقتي. انا لو انتوا طبيعي خدتوا الكيس بالشكل ده وربطتوه وهو يعني واخد مكلكع كده، هياخد منك مكان في الفريزر جدا. فانت كل اللي هتعمليه ان احنا ايه نحط الفراولة بتاعتنا بالشكل ده. هنجيب ورقة فويل بالشكل ده، ورقة قطعة صغيرة، وهنقوم محضرين جنبنا مكوة وتكون درجة حرارتها مش عالية قوي، هو زي ما احنا شايفين بالشكل ده عايزين طرف منها هنا. هنقوم جايبين المكوة بتاعتنا ونضغط كده، يا دوبك ضغطة بسيطة جدا خلاص كده. هنقوم شايلين دي كده، هنبص نلاقيها اتقفلت معانا. هنشيل الزيادة دي كلها ويبقى عندنا الكيس اتقفل بالشكل ده. ودي هتبقى طريقة تخزين الفراولة اهي بتاعتنا كلها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. ودي طريقة سهلة جدا وعملية علشان اللي ما عندهمش ديب فريزر يقدروا يخزنوا اكبر قدر من الفاكهة ومن الخضار، وبرضو اللي عندهم ديب فريزر ما ياخدش معاكي ايه مكان كبير. فدي طريقة تفريز الفراولة، وهوريكم دلوقتي ايه بقية الحاجات اللي احنا هنفرزها ان شاء الله لرمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير. دلوقتي بقى النوع التاني اللي معانا من الفاكهة اللي هنخزنه برضو الجوافة. انا جوافة اهي جبتها، بتجيبي طبعا الكمية اللي انت محتاجاها. غسلتها وشلت الايه الجزء بتاعها اللي من فوق ده واللي من تحت. في بقى ناس بتفضي قلبها اللي هو في البذر، انا ما بعملش كده بصراحه. انا بقطعها 4 ارباع وبخزنها في الاكياس عادي جدا، ما بتضيفيش عليها ولا بتعملي عليها اي حاجه وبتقعد معاكي فترات طويله جدا. انا ليه مش بشيل البذر؟ انا يعني كده كده انا بصفيها،
لان القشر بتاعها اللي من بره ده انا ما بحبوش في العصير. لما باجي اعملها جوافه باللبن الرائع طبعا، لا اكيد كلنا بنحبه، فبيبقى في القلب برضو. انا كده كده بصفي، فالبذر انا استفيد من من القلب الجوافه، والبذر بتاعي بينزل كده كده في المصفى. فانا كل اللي هعمله ان انا هقطعها 4 ارباع واحطها في الاكياس، وهعملها بالورق الفويل والمكوى زي ما انا وريتكم قبل كده، وهوريكم طبعا ايه الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. كده انا هو عملت الجوافة زي ما احنا شايفين، والشكل بتاعها ده هيخليني احطها ايه بسهولة في الفريزر، وما تاخدش معانا مساحة خالص. اهي هيبقوا فوق بعض بالشكل ده. وبكده اكون خلصت من الجوافة، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني.